الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازاي حالكم يا احباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. قبل ما نبدا الفيديو اعملوا لايك للفيديو، الله يكرمه. هنصور النهارده ايه؟ الفرخه الهندي طلعت كتاكيت. الفراخ الهندي ده هيت ما بتبيضش كتير، تبيض 8 واختها بتبيض 10، ما بيبيضوش بيض كتير. دي بدت 8 بيضات ورجدت عليهم، ما كانش عندي بيض، كان عندي بيض رفيع ما ينفعش يترجع، لكن هي ممكن كنت نحط تحتها لحد 20 بيضه. دي رشه كبيره وهي فرخه كبيره. المهم رجدت على 8 طلعتهم 7 كتاكيت كويسين حلوين، بس الجو برد فظيع فظيع. كانت في الصيف، كانت بتطلع في الصيف كنت نحط سايباها في الجنينه، لكن دلوقتي الجو فظيع، سقعه سقعه جامده خالص. رحت اخدها بالسبت زي ما هي كده وحطها في ركن كده في اوضه الطبيخ، وانا مولعه البوتاجاز، الاوضه دفى، اهي قاعده متدفيه وقاعده تاكلهم اهي. شويه كده لما يمسكوا حلهم وياكلوا نروح رايحه عامله لهم حته دفى بره في السور ونروح مطلعاهم. حطيت لهم باجي وسمسم وميه بسكر اول يوم، وميه بسكر حطيت لهم، فجيت نسقيهم الميه وهي في ايديا كده اللي يكبوها يبلوا الجش ويسجعوا. مسكت لهم الميه كده بايديا فيها ميه بسكر، واحد واحد شرب، بس رحت عاينه الميه. يومين ثلاثه تقعد كده في السبت وفي الجش لما يكبروا شويه. نغير لها السبت ده اهوت، نرميه زي ما هو كده اهو، ونجيب سبت تاني وجش نضيف ونحطها فيه كده اهوت، لانهم هما قليلين مش هيدفوا بعض، هما عاوزين ما يطلعوش من السبت ده اسبوع حتى على الاقل اسبوع، وهي تقعد هيتاكلهم زي ما هي كده اهوت وتدفيهم. ولا الجو فظيع، الجو سقعه جامده خالص، كل شويه نفكرهم نحط لهم. الفراخ الهندي دي جميله في ايه؟ انها تبيض وترقد على البيض، جميله في كده اهو، تبيض وترقد على البيض. شايفين الحته اللي انا حطاها؟ والسجاده عندي قديمه، حطها لهم فوق السجاده بتاعت اوضه الطبيخ عشان لو اتوسخت كده سجاده، وتدفيهم كمان. وحطيت السمك زي ما هو كده هو، ومولعه البوتاجاز، وهي الفراخ الهندي ده هي يعني صعب التعامل معاهم، يعني سبحان من قعدتها. بص وانا رايحه وجايه جنبها كده اهوت بنطبخ، سبحان الله قاعده عشان الكتاكيت، لكن لو ما كانش الكتاكيت ده لكان حلها نطت وهاجت وكسرت الدنيا. الله سبحان الله قاعده جنبهم يساس، وهي قاعده جنبهم سبحان الله على خلق الله، هي قاعده جنبهم ما تتحركش ما تتحركش، ياكلوا ويقعدوا يتدفوا، ياكلوا وتاخدهم تحتها كده تدفيهم تنيم. لما تاكل نجد لها النور، مش ما فيش هتنام، نلاقيها هتنام كده راح مطفي لها النور. الكتاكيت البيضة ده هي لما تكبر يبقوا حمر شبه امهم كده، اما الاسمر فابيض ده لما يكبر يبقى ديك اسمر فابيض شبه الديك اللي عندي، يبقى ابيض في اسمر. والفرخه الثانيه اختها بتغير ريشها على الله ما تبيق لما الشتا ده يحد كل، سبحان الله تعمل نفسها بتاكل كده اهوت وتاكله.
وهم كويسين خلاص، لكن لما شوية كده لما يكملوا شهر نجيب لهم تحسينات، لما يبقى عندهم شهر نروح جايبة لهم تحسينات، بس هنجيب لهم فيتامينات. هما كده هو نجيب لهم كيس دواء ب5 جنيه فيتامينات شوية كده، بس مش دلوقتي، هما عندهم أسبوع ولا كده عشان من السجعة دي. والكتاكيت التانيين بتوعها اللي هي مطلعاهم عندهم شهرين، حطيتهم مع الطيور كبروا، بان البلبله من جيك وكبروا كده عندهم شهرين. لكن هي وهم عندهم شهر كده هوت راحت هي رايحه بيضه، لكن لو انا خدت منها الكتاكيت دلوقتي تقعد اسبوع وتروح بيضه على طول. بس انا هناخد الكتاكيت ده هم نوديهم فين؟ في السجعة ديت تقعد اسبوع واحد بيبيضوا على طول، بس ما بيبيضوش كتير، تبيض 8 وتبيض عليهم يا 7. المرة اللي فاتت كملت لها بيض من بتاع اختها وطلعت حبة كتاكيت كويسين، اختها مش بتبيض. الفراخ الهندي، الفراخ البلدي هاديين على الفراخ الهندي. الفراخ الهندي فظاع، يتعاركوا ويقتلوا بعض فظاع فظاع، بس هي سبحان الله عند عيالها وتبقى مهدية ازاي وقاعدة ازاي سبحان الله. بس اكلتهم اهي تروح اخدها، او شايفين قلت الطبيخة اهي البوتاجاز في الناحية دي كده اهو، بس الأوضة نقفل الشباك ومولعة البوتاجاز يخلي الأوضة دافية وحلوة، وحاطة لهم حبة البركة كمان اهو عشان ربنا يبارك فيه. أول ما يتعلموا الأكل يتعلموا في السمسم وحبة البركة، ينجروا الحبوب كده اهو. هي اول ما تاكلهم تحطهم تحت وشويه كده هو تفزوا تكاكي يعني فزوا وكلوا سبحان الله. فرشم نجيبها، بس هنغير السبت ونجيب سبت غيره، في قش نضيف